في كل شيء عارف هو فوز مهم من خلال المشاكل اللي كيعيشها الفريق. كان واحد الاسبوع شاق، الحمد لله النتيجه غادي تعطينا واحد الحافز معنوي باش نزيدوا القدام في السبوره ديال الترتيب. بطبيعه الحال شفتوا هذا اللي تمنيناه، لان لما كتعمل دي ريكروتمون خصهم يعطيو واحد الاضافه، وحنا اشتغلنا في هذا الاساس والحمد لله ما خيبوناش، والحمد لله على هذه النتيجه هذه.